معركة تونس الاقتصادية لا تزال في أوجها في ظل تراجع الاستثمارات الصناعية بنسبة 6% السنة الماضية على المستوى الوطني، وسحب العديد من الشركات الأجنبية مشاريعها أمام عدم استقرار الوضع الأمني، تلك قطرة من البحر. فالصعوبات التي يعيشها رجل الأعمال في تونس متشعبة. مؤسسات مهدأة، كي نشوفوا مثلا ظاهرة هذه اللي ولات كبيرة ومضرة بكثرة للقطاع الأعمال، هو الاقتصاد الموازي اللي ولا كبير ويهدد قطاعات كاملة. استقرار الأوضاع وعودة الأمن وحماية المؤسسات هي من أولويات أصحاب المشاريع اليوم، فلا فائدة من سقي زرع في أرض قاحلة. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، قوة المال وقوة السياسة. بعض رؤوس الأموال في حالة إيقاف تحفظي سحب القانون منهم جوازات سفرهم لحوالي سنتين، ذلك ما دفع رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للمطالبة برفع تحشير السفر عنهم لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. أكيد أن رجل الأعمال كي يكون ممنوع من السفر يشل عمله، وأن رجل الأعمال كيف ما يكونش عنده جواز سفر بدل ما يستقبل هنا يسافر، فبالتالي هذا يكلفوا أموال كبيرة، وإحنا كما يقولوا أخوتنا المغاربة ما كرهناش، يعني كان بودنا نلقوا حلول، ولكن العملية ما زال فيها شوي صعوبة. من جانبه أكد رئيس الحكومة حمد جبالي أن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيمكن من التسريع في نسق التعاطي مع ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر. السيد رئيس الحكومة مشكور، تفضل ذكر أنه الحكومة ساعة في إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، مشكلة هذه منع من السفر في إطار بطبيعة الحال ما تعيشه تونس اليوم. تعويض منع السفر بإجراءات أخرى لا تعطل عمل المؤسسات الاقتصادية، تلك بعض المقترحات يسوقها أعضاء اتحاد الأعراف من أجل إخراج الاقتصاد من قاع الأزمة. حجر السفر ماهوش حل في حد ذاته، يعني احنا نعتبره اللي ثم طرق أخرين، الناس هذوما إذا عندهم مشاكل ولا عندهم واحد يلزم يتحاسبوا بالطبيعة. المصالحة أم المحاسبة؟ فتخفيف العقوبات من أجل المصلحة الوطنية قد يعتبره البعض انحيازا من السلطة لأصحاب الأموال والأعمال دون غيرهم. بين الدعوة لرفع تحجير السفر على عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الفساد المالي والإصرار على تتبعهم قضائيا، يبقى الاقتصاد الوطني في حاجة لإسراع الحسم في هذه المسألة. أميرة ذواتي، قناة المتوسط، تونس.